هي تبقى كده. ف هي ديت يعني شغل معظمهم بيبقى كده، يعني يعني شغل سوق يعني دفعني واستوى، هو بيديني حاجه وانا بكتب الدواء. بيع الادويه او تسويق للادويه دي بيقوم بيها مندوب المبيعات. الراجل او مندوب المبيعات دي معاه منتج او يسوقه. للاسف او يعني زي ما عرفنا انه الفرق بين عندنا مثلا في مصر وبين بره مصر، انه عندنا نفس الدواء بينزل له براندز كتيره قوي، له انواع كتيره، ولو تلاقي الشركه ديت عاملاه وشركه ديت عاملاه وشركه ديت عاملاه، وفي الاخر نفس التركيبه. فبيجي الميديكال راب وبيبتدي يشرح مميزات الرائعه اللي تميز الدواء بتاعه عن اي دواء تاني، اللي هم كلهم نفس التركيبه في الاخر برضه، بس هيختلفوا بقى في السعر، يختلفوا، وده يمكن من الحاجات اللي عاده بنسال عليها، لان احنا بلد عاده المستوى العام للعيانين بتوعنا مش اغنياء او ما يقدروش يجيبوا ادويه غاليه شويه، فهيبقى بسالوا على السعر عشان خاطر العيان الغلبان. جودة الدواء أو عدم جودتها هو هيقول وهيقول لك عندي أبحاث، وكل الشركات عندها أبحاث، وكل الشركات أحسن دواء في الدنيا، بس في الآخر هيختلف استجابة العيان للدواء. وطبعا السعر برضه بيبقى عامل بيفرق عن السعر. في بقى شركات بتعمل سبونسرنج أو بتعمل بترعى إيفنت معين، بترعى مؤتمرات، بترعى حفلات، بترعى عزومات مثلا عشاء ولا غدا ولا حاجه زي كده لقسم معين او لمجموعه من الدكاتره، وخلال الايفنت ده او ايا كان بيبقى في برزنتيشن بتاع 10 دقايق نص ساعه حسب بقى كل شركه عامله الايفنت ده فين ودفع فيه قد ايه وحاجات كده. هم بيعتمد على الدكتور، في دكاتره بالنسبه له الساينتفك الحاجه الساينتفك بتاعت الدواء دي الاهم، في دكتور تاني شايف ان هو الادويه كلها زي بعض، هو يطلع باكثر استفاده ممكنه من الميديكال ريب او من الشركه. فبيعمل ايه؟ مؤتمر فلاني يطلعه لي، اسمه ده الهديه الفلانيه، القلم، المروحه، الهديه تبقى عباره عن هدايا، مؤتمرات، عزومات عشاء كتير، مثلا واحنا هنا في الطوارئ في المستشفى او في اجتماعات القسم او كده، بيجي شركه من الشركات الكبيره مثلا بينزل جاتوه او بيجيب غداء او بيجيب حاجه، فانا بيبقى بالنسبه لهم دوت من التسويق، تسويق على الادويه بتاعتهم، ان هم مقابل ان احنا بنقبل العزومه ديت، هو بيسوق، هو بيقف 10 دقايق وحاجه يتكلم على الدواء بتاعه. ففي برزنتيشن عن الدواء، دي تعتبر عند شركات كتير، يمكن كل الشركات بتعمل الموضوع ده، انها بتعمل ترعى سبونسرنج لايفنت، لمؤتمر، لعزومه، لحاجه كده. في حاجة تانية بقى تبتدي أكتر من كده شوية، الهدايا. في بقى حد يروح له مندوب في العيادة معاه هدية، ساعة هدية، قلم هدية، محفظة هدية، مش عارف بقى ترابيزة غيار، طب هدية تكييف، طب هدية، ولحد بقى سفر ورحلة ومؤتمر بره وحاجات كده. تختلف طبعا على حسب التارجت، دكتور التارجت بتاعهم ده يعني حياته عامله ازاي والريت عليها عامل ازاي، طب ده يعني هيوصل لي كتير ولا مش هيوصل لي. وصل صناعه الدواء من القوه انه وصل انه الجايد لاينز بتاعت فوز الطيور وفوز الخنازير مكتوب فيها تامي فلو، اللي هو تريد نيم، اللي هو مش حاجه اسمها كده، في جايد لاينز في الدنيا اللي هي الارشادات بتاعت منظمه الصحه العالميه عشان علاج الدواء، مفيش جايد لاينز مكتوب فيها تريد نيم بتاع دواء، اسم تجاري بتاع دواء. هي بتبقى ايه؟ منفعه متبادله. هو بالنسبه للميديكال ريب هو بيحقق التارجت بتاعه، بالنسبه للدكتور هو بيسافر مؤتمرات ببلاش، عزومات ببلاش، هدايا ببلاش، بالنسبه له مش خسران حاجه. وفي الاثنين بيبقوا كسبانين، العيان الوحيد اللي بيبقى في المعضله ديت اللي مالوش دور قوي هو العيان.